عمله بس رح ارد احط هدول الماتريسيز اشتغلت. اذا هون عندنا هاي هدول ان هذا بيختصر كل الترانسفورميشنز اللي موجوده. ستارز هون ديزايرد وهدول ديزايرد وهدول ديزايرد. اكتشوال اكتشوال اكتشوال. هذا ستيشنري، هذا كله هون ستيشنري، وهذا ستيشنري، وهذا هون روتيتنج. روتيتنج عشان اقدر اعمل هون الكنترول عليه واطلعه ستيشنري على اي 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 بي اي سي. في داخل المحرك في صوره من هاي موجوده في داخل المحرك، بس انا ما بقدر اعمل لها سنسنج داخل المحرك، بضطر اعمل ماثيماتيكال ترانسفورميشن حتى اعمل هون. هلا هون عندي كنترولر راح ياخذ هدول الفاليوز الاكتوال ويطلع الديزايرد فاليوز اللي بدي اياهم يصيروا في المحرك. فهون عندي هذه بارك ترانسفورميشن، كلارك ترانسفورميشن، انفرس بارك وانفرس كلارك. الماتريكس اللي هون هي الانفرس تبعت هاي، والماتريكس اللي هون هي الانفرس تبعت هاي. اذا عملت لها اوجمنتيشن ل 3 باي 3، اذا ما عملت لها اوجمنتيشن ل 3 باي 3 ما راح اضل اطلع انفرس، بدي اطلع بس ماتريكس ثانيه، بس بقدرش اعمل انفرجن ل 2 باي 3 او 3 باي 2 ماتريكس. هذول الماتريسز هون بس راح اذكرهم، بس راح احطهم زي ما هم. البارك ترانسفورميشن هي من اي دي ار اي كيو ار، هذا الروتيتنج. هون عندنا ثيتا اي مهمة وهون ثيتا اي مهمة في الاتجاهين، فعندي هاي هون كوساين ثيتا اي ساين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا اي كوساين ثيتا اي، وهاي هي علاقة بين اي دي اس واي كيو اس. هدول مش ستار، فهدول الاي دي ار هي هاي التحويل اللي موجود هون. فالتحويل الموجود هون اذا بدي اطلع هدول التنين اللي هم الروتيتنج من الستيشنري، بطبق هاي الترانسفورميشن وبدخل معي هون ثيتا اي. الانفرس تبعها من هون راح يكون تحويل معكوس، فراح يصير عندي حتى اطلع اي دي اس ستار اي كيو اس ستار، وبدي اطلع هذول الديزايرد من الفاليوز الديزايرد تبعت اي دي ار واي كيو ار. راح تكون الانفرس تبعت هاي الماتريكس اللي هي كوساين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا اي ساين ثيتا اي وكوساين ثيتا اي. هاي اول ترانسفورميشن، هاي بارك وهاي الانفرس بارك. اذا اخذنا الثاني راح يكون الكلارك ترانسفورميشن. الكلارك ترانسفورميشن تعطيني اي دي اس واي كيو اس. اي دي اس واي كيو اس راح تعتمد على اي 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 بي اي سي. طبعا هاي حد لازم تكون 3 في 2، بتكون هون عندي كوساين ثيتا، كوساين ثيتا ماينس 2 باي على 3، وكوساين ثيتا بلس 2 باي على 3، وبعدين هون ساين ثيتا، ساين ثيتا ماينس 2 باي على 3، وساين ثيتا بلس 2 باي على 3. هلا اذا بدي اعملها اوجمنتيشن واحولها ل 3 باي 3 ماتريكس، بدي احط هون شيء، بدي احط هون فيريبل ايماجينري فيريبل راح اسميه زيرو فيز سيكونس اس. وهلا راح احط هون 0.5، ما بيأثرش اذا حطيت 0.5 او 1 بس حتى تصير الترانسفورميشن صحيحه. عندي هون 0.5 0.5 0.5. هلا في اي لحظه من اللحظات لازم يكون مجموع اي اي واي بي واي سي زيرو، لانه احنا عم نحكي هون ب 3 كرنتس ماشيين في ستار لود. فحسب كي سي ال ايش لازم يكون عندي؟ اي 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 بي اي سي مجموع اي اي زائد اي بي زائد اي سي بيساوي زيرو. فلو ضربتهم 0.5 0.5 0.5 في 0.5 0.5 0.5 هذول كلهم مضروبين في 0.5 بيساوي اي زيرو اس. هو دامي فيريبل، دخلنا دامي فيريبل عشان هاي تصير 3 باي 3. اذا بعملها انفرجن بتتحول الى انفرس كلارك. فالانفرس كلارك ترانسفورميشن بدها تكون، هاي عندي انفرس كلارك، بدها تعطيني هذول الثلاثه الديزاير اي اي ستار اي دي ستار اي سي ستار.
هاي طبعا بدها تكون 3 باي 2 اصلا بدها تكون 3 باي 2 وعندي هنا علاقه راح تيجي من اي دي اس واي كيو اس والفاليوز تبعتها كوساين ثيتا ساين ثيتا كوساين ثيتا ماينس 2 باي على 3 ساين ثيتا ماينس 2 باي على 3 كوساين ثيتا بلس 2 باي على 3 ساين ثيتا بلس 2 باي على 3 وهذه عندي هون اي دي اس ستار اي كيو اس ستار واذا بضيف الان الفاريبل الثالث اي 0 اس ستار كمان هو دمي فاريبل عندي هون 1 1 1 هو اصلا هذا 0 فلو ضربته ب 1 وجمعته ما راح ياثر بس هاي تعطيني المفروض هلا هاي تكون الانفرس تبعت هاي الانفرس.